النهارده يا شباب، والحمد لله والشكر لله وكل حاجه، يعني قررت ان انا هجيلكم بفكره جامده جدا. وبفيديو النهارده قررت ان انا هتفرج على التيك توك. شايفين كميه الكرييتيف طالعه من بقي ازاي؟ ما تقوليش انا دايما كرييتيف. فقبل بدايه الفيديو، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا لايك وتصلوا على النبي وتشتركوا بالقناه عشان ما تبقاش حاجه، ونوصل 600,000 مشترك. وعايزين نوصل للفيديو ده 1000 لايك. انا ليه طلبت عدد قليل كده؟ ما اعرفش بصراحه، بس اقسم بالله لو ما عملتوا لايك وتعليق مش هعمل حاجه. يعني اقدر اعمل لكم ايه؟ انتوا حتى ما اعرفش اسمكم ايه. فعرفوني اسمكم تحت في التعليقات، يلا مرة نبقى كسبنا حاجة. وبس ما اطولش عليكم، المقدمة الفجرة بفتيكة بتاعتي، انا عارف انها فجرة فشخ. يلا بينا نبدأ. مين طلعت ونبرت وقالت المدرسة ما قالت ليش اي حاجة على اللانش بوكس من اول السنة؟ بعتولنا وورنينج تاني. ام فايا ام فايا بالك دراما طلعت ليش؟ والله استنى اكمل شويه. جنتل وورنينج يعني يعتبر ريمايند. بعتولنا ايميل كماميز علشان نفتكر بس الاكل الهيلثي كده اللي بيتحط في اللانش بوكس، لانه واضح ان الناس كلها كانت ماشيه على الله زي حالاتي. انا مش عارف اصلا من امتى المدرسين بيتحكموا باللانش بوكس بتاع عيالكو. انا مش جايه معايا سكه الحاجه دي والله. اثر معاكو ايه الكيس اللي بيتحط فيه شويه جبنات بيض على وانا ايه العك اللي انا بقوله ده؟ مش عارف بصراحه. اقول لكم على نوعيات الاكل اللي قالوها في الايميل: بلين بيسكتس، فريش فروتس، ايه ده، فريش فيجيز، نعم، يوجرت، ايه، بيزلز، هول جرين. هو ليه المدرسه تطلب الحاجات دي كلها؟ ده شويه كمان يطلبوا 100,000 جنيه تتحط جوه شنطه. هو في ايه يا جدعان؟ سكيب سكيب، انا شايف ان احنا مسكيب. طيب بعد ما عملت الفسيخ لاول مره في البيت وطلع بايظ مني زي ما انتوا شفتوا كده في اول، انا مش عارف والله الاول ايه يعني اول ايه. انت مصره يعني ان انت تفسخي ريحه بيتك؟ ما اثر معاكي ايه السمك المقلي المشوي؟ لازم مفسخ؟ ما مش عارف والله بتاكلوه ازاي. انا لحد دلوقتي ما عنديش اي فكره، بحسه كده مش مفهوم. انتوا بتاكلوه ازاي ده يا جدعان؟ احيه لا ما تختاروش. اخترت رقم 8900. عشان رقم 4-3 ده يبقى ايه؟ خلاصي رقمك انت. وانت بتضحك ليه بقى ان شاء الله؟ طب ما ده مش 4-3 يا اسراء، انت مكتوب عندك 8993. هو في ايه؟ عشان انا كنت فاكر انه رقم حد مهم. اوكي، مش رقم واحده هبله زيك. اسكت يا كريم، انا كده كده مش هختارك. شكرا جدا. انا هختار رقم حد تاني. طب هو ليه اساسا مكتوب 3 تلاتات ومكتوب فوق رقم تاني؟ انا مش فاهم حاجه يا اسراء. وانت ايه العك اللي انت بتعكيه ده يا اسراء؟ ايه العبره؟ من الصبح ماشي. ايه ده؟ ده عيل غلس قوي ورغاي، وانت مش هتقولي اي حاجه لاي حد على اللي انت شفتيه، فاهمه؟ ايوه طبعا اكيد فاهمه، مش هقول لاي حد. هو ده الاحسن والله يا اسراء. الراجل ده خطر، مسجل خطر على الانترنت. صدقيني انا بسمع الصوت ده دايما، بيطلع خطر جدا جدا. مين؟ انا ما موتتش. الحقوا، هي دي البنت اللي موتت اتنين النهارده. ايه الهبل ده؟ لا طبعا ما موتتش اتنين، انا اخترت رقم جنى بس. بس كل الجامعه بتقول انك اخترتي رقم كريم كمان. ايه ده؟ العك كده؟ لا طبعا انا ما عملتش كده، وبعدين ما حدش يقدر يختار رقمين اصلا. انا كنت فاكره كده برضو لحد ما شفت الصوره دي. الصوره دي يا جدعان انا مش فاهم حاجه. ما تفهمونا حاجه طيب، اخوكوا بالله اشفقوا عليا. طيب مش عايزين تفهمونا، قولوا لنا في ايه. طيب سكيب. صوزي بقى لي فتره ربنا رازقني الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ربنا يديم النعمه فوق راسك ويجيبها لنا شويه. والله انا على الحديده يا سوزي، يعني لو عايزه تتبرعي لي مفيش مشكله، تقدر ان انت تنتسبي في القناه بتاعتي زيك زي جميع الناس يقدروا برضو ان هم ينتسبوا. انا ما انتسبليش غير واحد مره ب$5، ربنا يكرمه، تقريبا انتسب بالغلط اساسا. فانتوا لما تنتسبوا لي هعمل لكم محتوى للمنتسبين، فانتسبوا. هتشوفوا الفيديو قبل نزوله بيوم، يعني حرفيا حاجه فجره فشخ والله، بس ما تسرقوهوش يعني. فساعه لما شقتنا ولعت احنا ما عندناش العفش كله في البيت، لدرجه ان ماما اصلا نسيت شكل الممثلين والكلام ده. فانا حسيت ان دي حاجه بسيطه. جيت ازاي اقول لك يا سوزي، يا سوزي ايمن، سوزي الاردنيه، ان احنا امسك لسان ازاي؟ قلت لها شاشه عرض. ما فيش ابسط من كده. جبت لها شاشه عرض وابيعها لها. يا جدعان اقسم بالله ما تعرف ان انا رايحه لها ولا تعرف انا جايبه لها ايه. وحياة ربنا يا اسراء يا سوزي، الشاشة بقى لها 15 سنة تقريبا محدش فتحها، محدش محتاجها اصلا، يعني ملهاش فايدة، ما تجيبيهاش يا سوزي. شوف رد فعلها، اقسم بالله دفعت فلوس من جيبي، ما اعلان. ما شاء الله المكان ده فين عشان ما يفكروش ان ده اعلان. ده كارفور يا سوزي. كملي كملي، باين يا سوزي. مي من ساعة ما الشقة ولعت ما كانش فيه تلفزيون. الشاشه اللي عندنا من ايام الابيض واسود، التلفزيون قد كده قد الكاتل بالمشاه. واثر معاكي ايه؟ اثر معاكي ايه اللي قد الكاتل ده؟
انت عارفة ده عايش سنين وسنين وسنين من الاجيال والله. صح؟ ايوه ولعت ولعت الشقة كلها كانت ولعت. ايه رايك بقى في الشاشة الجديدة؟ جامدة جامدة جامدة. مبسوطة؟ كانت ليا. اه ليك. والله العظيم الحسنة الوحيدة في حياة سوزي هي اختها دي. انا قلتها باكتر من فيديو تقريبا بس مش عارف ليه دايما بفضل اقولها. طب يعني ليه كانت ليا كل ما انا عايشة جيب لي كل حاجة انت عايزاها. هتفضل كبيرة تاني. لا مش همشي واسيبه. انا هبقى اسافر اعمل عمرة وهاجي على طول. لما مش همشي واسيبه. طب هتقعدي معايا كل يوم؟ هقعد معاك. جبت لأمي شاشة العرض عشان امي ما كانش عندنا شاشة. مش عارف ليه حاسس الام متذنبه. والله العظيم حاسس الام متذنبه هي واقفه مكانها. هو ايه ده عندها تلفزيون قد كده مبسوطه يا امي بيها؟ اه تحلف الله الشاشه بعيد كده مش هنطلعها عشان صحابك انا يوم مش كلهم عشان ممكن ما يشوفوش كده. ايه اللي شيء اللي شيء اللي شيء مش عارف ولا ايه اللي شيء امال ايه ال جي. انا مش عارف لو خدت بالكم بس المناخير عمال تصغر وتكبر الفلتر عمال يتشال ويجي والمنظر غريب فشخ. جي سمول مش كابتل. ماشي صح كده. اي حاجه امي عايزاها واي حاجه اخواتي عايزينها من عين الاثنين. امي عايزه تطلع عمره خلص لها الجواز اطلعها عمره. ماشي عايزه حاجه تانية؟ لا انا دي شاطره. وابويا عم ايمن ضيعت له الساعه بتاعته واجيب له ساعه بس مش اليومين دول. اهم حاجه بس الحمد لله والله انه ربنا رزقهم يعني عيله كده كيوت كده مع نفسيهم وربنا يرزقهم ويرزقنا انا كمان. يلا بينا ويرزقكم انتوا كمان ويرزق كل شخص وضع لايك اذا كنت تحب الله اعمل اشتراك. اسكب. ايه ده ايه ده ايه ده احا السوبر طلع وإيه اللي أنا بسمعه ده يا ابني؟ طالع من الحمام إيه؟ يا لهوي هو إيه ده؟ أوديك فين يا نيتي؟ ما هو مبقاش في مكان أوديك فيه. طب أنا أقنع إزاي الجيران إن أنتي غسالة من الصوت غسالة؟ ده صوت غسالة ده؟ وانت بتعملوا فيا ايه؟ ايه ده يا عم؟ يا عم انت بقى لها كام سنه دي؟ عمال تعيط. روكا عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. انتوا كمان. بقول لك ايه؟ كنا عايزين لك موضوع كده. هو انت حاله في الغريب ده؟ موضوع ايه؟ تعالي وهنقول. يلا بص يا شروق انا عارف ان انت ما بيعجبكيش العجب بس جربي المره دي وشوفي. تجرب ايه؟ انا مش فاهم حاجه والله. اسلام؟ شروق اسلام. على فكره يا شروق اسلام شاطر جدا في الشغل وفي كاتيجري كبير قوي وكمان مجتهد وكمان مديره في الشغل وعبد المادي كويس. ربنا يوفقك. احيه انت كل ده بتقصد الراجل؟ على فكره انت يا شوشو ستايلك حلو قوي. شاطره. طب انا اخويا بيرن هروح بقى اجي لكم تاني. باي باي. لا محدش خد باله ولا يهمك يا بنتي. ايه الحركات اللي انت بتعمليها دي؟ حركه وحشه قوي على فكره وباين قوي. بلا باينة بلا بايخة. انا قلت لكم مش عايزة ارتبط وبعدين بقى اقول لكم على الدغري هو دمه تقيل اصلا ومش جاي معايا. صح كلامي جميل ومقنع قوي على فكرة. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان ما تبقاش حاجة ونوصل 600,000 مشترك واشتركوا في قناة التانية اللي هعمل لكم عليها بسوس ان شاء الله كل ما ابقى فاضي كل ما تبقوا انتوا فاضيين وايام الاجازه والحاجات الكيوت دي وبنزل لكم عليها فيديوهات ممتعه ومضحكه وجميله جدا تشتركوا فيها وبس. اشوفكم على خير.